وسهلا مشاهدينا الاعزاء، حلقه جديده من برنامج الناس في رمضان. تتنوع اسواق المهن اليدويه بالموصل، فمنها اسواق الحدادين والصفارين والسراجين وسوق القتابين وسوق التبن وسوق الشعارين وسوق الحبالين وسوق القصابين وسوق العطارين وسوق البزازين وسوق الطعام وسوق الاربعاء وسوق باب الجسر وسوق النجارين وسوق الفحامين وسوق الاسكافة وسوق الغنم وسوق الصوافة وغيرهم. وتتوزع في هذه الأسواق محلات من متشابه الأعمال، غير أن الملفت في هذه الأسواق أن معظمها مهن متوارثة عبر الأجيال أبا عن جد. لا يزال الموصليون يقبلون بكثافة على هذه المحلات، حيث أن عدد من هذه المهن لا تزال حية إلى يومنا هذا بالرغم من التطور التكنولوجي وانتشار المكائن الذي شاهده العالم وامتد إلى مدينة الموصل وتسبب في تغييب بعضها. رمضان كريم حجي. رمضان كريم عليكم وعلينا ان شاء الله. شلونك؟ الحمد لله بخير. شو تسوقت من سوق الحدادين اليوم؟ والله سوقت من سوق الحدادين، خذت طماط وداخذ غنم، لام، وداخذ كاروت، بروح اشتغل بيهم. حجي شلون تشوف الاسعار اليوم بسوق الحدادين؟ والله اسعار الحدادين ما مثل بس اسعار زينه، بس قد ما كثرت بس قد ما شو يقولون يعني زين حزن. يعني الاسعار مو غاليه، اسعار مناسبه؟ اسعار مناسبه، شغلهم كله مناسب. حلو حلو. زين المواطنين الموصليين ملتزمين ولحد الان هم يفضلون الاسواق الموصليه، مثلا اسواق الحديد وكذا، لانه هم يعني يرغبون بالمهن اليدويه. ليش لحد الان هم باقين على هاي المهن اليدويه لحد الان؟ هذه مهنتهم وشهرتهم، والناس كلهم يعني ترجع عليهم. أدري الغنم الطخماخ هذي قال يعني أبو منا ما يعرف مانتو، وأنا عامل شتف ما أقدر أعرف مانتي. أشتري الطخماخ، أشتري القلم، أشتري الكاروك، أروح أشتغل بيه. حلو. يعني الأدوات والأدوات الزراعية وكل اللي يريدوها يردوها المواطنين الموصليين يوم يقدرون يجون يتسوقون ياخذوها ويلقوها بسوق الحدادين، والأسعار مناسبة. الأسعار مناسبة حيل. زين شلون تشوف إقبال المواطنين الموصليين اليوم بسوق الحدادين بشهر رمضان الكريم؟ والله حيل. اكو اقبال؟ حيل يعني تشوف اكو ناس تجي تتسوق وتاخذ؟ ناس تتسوق يعني وبالسوق جو بالداخل. حلو. يعني ما مثل ايام الراحت. طيب شلون يختلف التسوق يعني بين شهر، شلون نقول يعني في هذا الشهر الفضيل عن باقي الاشهر الباقي؟ هذا بالشهر بشهر رمضان يكون التسوق اكثر طلبيه على الادوات الزراعيه و اكثر؟ اي اكثر طلبيه مال زراعيه اكثر. طلبية العدات الناس تشتغل بها اكثر يعني ما مثل قبل. شلون تشوفون الحركه التجاريه بعد ما؟ الحركه التجاريه حيل زينه الحمد لله. حيل زينه؟ ماكو يعني مثلا انه ما تاثرت الحركه التجاريه والبيع والشراء من خلال هذه الظروف اللي قاعد نمر بها البلد كله يمر بها والعالم من جائحه كورونا، بالاضافه الى منع التجمعات، وما اثرت على الحركه بالسوق؟ والله قبل اثرت بس لسه على حيل يعني ماكو تاثير لسه حيل يعني. شكرا جزيلا على شرفتنا. سوق الحدادين هو
من أقدم أسواق الموصل، يقع في منطقة الميدان أو باب الجسر، وهو سوقان. الأول يختص بصنع الأدوات المنزلية من قبيل محمل حبوب الماء والمناقل والسلاسل الحديدية والأبواب والشبابيك الحديدية وأبواب الدكاكين، والثاني يقع قريبا منه في مدخل سوق منارة، وهذا السوق يتخصص لبيع المحاريث وأدوات الزراعة والحصاد، وعادة ما يكون للحداد صانع وتلميذ، وعادة ما يكون ابن الحداد أو أحد أقربائه، وهو ما يضمن تواصل تعلم المهنة وامتدادها جيلا بعد جيل. هذه الفقرة مخصصة لسوق الحدادين، كونوا ويانا. رمضان كريم علينا وعليكم. علينا وعليكم إن شاء الله بالخير والسعادة والأمان. يعني أستاذ محمد شاكر، اليوم إحنا بسوق الحدادين ودنا نحكي بموضوع الحدادة، فدخلنا على المحل، فحبيت أسألك شوية أسئلة عن الحدادة. هي هاي المهنة مهنة عريقة بالموصل، واعتمدوا عليها قديما أهل الموصل. إذا سؤالي هو، شو وقت افتحتم هذا المحل وشنو تاريخه؟ يعني شو وقت كان هذا السوق؟ يعني سوق حيل جدا قديم، يعني يعتبر من أقدم الأسواق بالموصل حاليا. وهذا السوق يعني سوق فلكلوري، يعني تراثي نفس الوقت. فاحنا جينا، يعني جيت أنا على هذا السوق صغير مع عند أبوي، يعني والشغلة هي شغلة مهنة الحدادة، مستوي فيها أبا عن جد، يعني من جدي على أبوي. يعني ما أخذتها بالصدفة، هي كانت عن والدك؟ لا لا، نزلت عند أبوي، يعني صغيرة اشتغل عنده بالعطلة، وبالشتاء في المدرسة، فشوي شوية قمت أنزل، أنا تعلمت الشغلة، قمت يعني ساعتها أبوي صار رجال كبير ما يقدر يشتغل. صحيح. فأنا حالياً أنا مستلم. الله يعطيك الصحة والعافية. بالنسبة لسوق الحدادة وسوق الحدادين بالموصل، هذا السوق له تاريخ قديم، فايش وقت إنه شو نقول هذا السوق يعني تاريخه، تاريخ هذا السوق الكبير، سوق الحدادة؟ نعم. السوق يعني جداً قديم. يعني يعتبر الفترة الزمنية اللي خلينا نقول فتحوا هذا السوق. يعني اللي سمعناه يعني من الكبار يقولون تقريبا عمره 750 سنة، يعني حيل جدا جدا قديم. يعني بهذا يعني الشغلة كانت شغلة بدائية، يعني ما كانت هالتطور المحلات، فكان شغلات يعني، وما كان يكوش نار، يعني النار مال بنفخ كله نفخ. ايه زين. يعني أستاذ محمد شاكر، بالنسبة أنت أخذت المهنة عن والدك. نعم اكيد. فهو المعلم الكبير كان لك ومرشد، ومرشدك طبعا. ايضا فشلون كان تعامل الوالد في قديما، حتى انه شلون خلاك تتعلم المهنه وخلاك تطور روحك؟ هو كان دائما يستفيد من معلوماته، يعني الشغلات الصحيحه علمه، اذا شغلات غلط ما يفهم. يعني من الشغل لازم نخلص بشغلنا. نعم. يعني ما يصير شغله نشتغلها ناقصه او غير، يعني خلينا نقول من النصايح اللي مستحيل انه انت تنساها، هي محصوره في ذاكرتك، انه والدك علمك او نصحك بشغله، فانت بعدك في بعدك بعد تشتغل شغل يكون شغل صحيح، يعني يجي الزبون يرضى عن شغلي، هي هاي اهم شهاده. هذه ما اريد اشتغل شغل فتره وشغلي كله ما مضى، اهم شيء في الشغل الشغل يكون يرضى عنه، يقول يرضي الله ورسوله، هاي اهم شيء. هاي الشغل احنا عم نشتغله زين. كشغل الحداد هي شغلة مو سهلة، هي شغلة جدا دقيقة وتحتاج ذكاء واحترافية بالعمل، ولها ضوابط معينة. نعم. فأنتم لقيتم صعوبة أنت يعني شخصيا لقيت صعوبة بهاي مهنتك، لأن هي حرف يدوية تعتمد على الطاقة البدنية. هي فعلا شغلة متعبة، بس مع الممارسة تصير عادية الشغلة. يعني أنا أول ما نزلت كنت صغير أتعب شغلات، يعني شوية يعني لقيت صعوبة بمهنتك؟ ايه شوية على ما تعلمت واشتغل شغلات حارة، اشتغل يعني حسيت لا شغلة عادية، يعني انا ما ابغى اشتغل قد ما مارسها للشغلة. يعني زين شنو الصعوبات اللي يعني شلون نقول واجهتوها بهذا السوق؟ ابد ما لقيت صعوبة، ما عندكم صعوبات بعملكم داخل هذا السوق، سوق الحدادين في الموصل؟ يعني حاليا؟ حاليا او قديما مثلا؟ يعني من بعد يعني دخول داعش الى مدينه الموصل بعد عمليات عسكريه. نعم. احنا رجعنا، احنا عمرنا يعني الشيخ، يعني الشيخ انا عمرت فيه جديد، يعني الدكان على المحل. نعم. انا عندي وقع عندي انا
بالتحديد انا عملت كملت تونه. يعني خلينا نقول رجعتم من الصفر. ايه ايه رجعنا بدينا وكملنا حتى انا اول ما جبت مولده شغلت. جبت ماي من الشط كنت انزل بالبيات ما كان لا ماي ولا كهرب. صحيح. كنت اشغل اشتغل في سبيل حتى السوق كله يرجع وقام شوي شوي السوق يرجع. عاشت ايدك وبارك الله بكم واكيد انتم اهل المدينه وانتم اللي تعيدون المدينه ان شاء الله. نعم. ما حد يرجع اعماره ويكملها الا اهله. الا اهل المصنف. ايد ايد اهل احنا. احنا مكملين. اكيد. ما بدنا ننتظر دعم من الحكومه. نعم. صفر. ايضا. طيب يعني ذكرياتك بهذا السوق سوق الحدادين بهذا المكان، هل عندك ذكريات قديمه محفوره في ذاكرتك مع الوالد او مع الناس المواطنين اللي كانوا يجون ويتعنون لكم ويشترون ويطلبون منكم اشياء تسووها؟ ذكريات معينه يعني مثلا حتى لو ذكريات تضحك يعني. طبعا كان يعني عندنا زباين عندنا كان من الخارج جونا قبل يعني جونا علينا الشغل. حلو. وكان عندنا هنا معانا اخواننا المسيحيين. نعم. ايه كانوا هنا كان يعني باعتبار عائله واحده يعني صوت كله ماكو فرق. فكنا نشتغل هون يعني قديما قبل 700 يعني مثل ما تفضلت هي كانوا اصلا كانت مسيحيين. المسيحيين كانوا يشتغلون. ايه المسيحيين كانوا يزورون عندنا يعني يشتغلون يعني المسيح كانوا مشهورين بالحداده. ايه وشغلهم حلو ومرتب وعدل واحترافيه وشغلهم مرتب يلعبون عليه الشغله يطول ساعه بين الشغله الا يضبطها. فقاموا يشتغلون يعني شوي شوي عليهم طلعوا. صحيح. زين استاذ محمد اليوم دا اشوف عندك هوايه يعني ادوات حرافيه وادوات حصاد وادوات خلي شوي نتعرف على هاي الادوات اللي انت تشتغلها بنفسك او تمر هذه الادوات بمراحل معينه المرحله الاولى والمرحله ما قبل الاخير والمرحله الاخيره في تحضير هذه المواد خلي نتعرف على الاشياء اللي تصنعها شوي اشرح لي عنها حتى مشاهدينا متابعينا يعني يفهمون. احنا دائما شغلتنا يعني الشغله تعتمد على الحديد. يجينا حديد ثالث نشتريه. يعني المواد الاوليه من وين تجيبوها؟ من حديد تجيبوها على الثالث مال كله تجيبوه هنا نشتريه من الشفتات من حديد من اي شغله. يعني اقصد المواد الاوليه اللي هي الحديد من وين انتم يعني تستوردوها؟ لا لا ما نستورد. ما تستوردوها؟ حديد هسه على مال الحكام اللي يجيبوه مال قصر مال قصر كل ثالث ثالث يجيبوه احنا نسويه نستفاد منه نسوي شغل نستفاد منه. يعني ما تجيكم مثلا حديد مثلا من سوريا من الصين لا 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 من دول ثانيه؟ لا احنا كله شغل نبيده نسوي تخاميل نسوي هسه مثلا هذا ايه؟ المذاري هذا كله حديد اي شوفنا اي ايه احنا نقوم نشتغل ننبلها ايه؟ ونرتبها ونكملها من الحمام وترجع هاي تصير ايه؟ مدرسه وهاي طبعا يستخدموها لل اي بطاطا مال بطاطا عندنا مثلا هذا الطفل اي فعلا هذا طفل حداد احكي لنا شوي على هذا يعني هذا هذا شغله قديم هسه قليل عايشتغلوه ما نفس هذا أي. اصغر وشويه يعني ما مثل هذا هذا شغل يعني شغل حيل قديم صحيح. يعني هذا يمكن يعني ايام زمان كنتوا تسوون القفل بهذا الشكل بهاي الوضعيه بهذا النظام الخشب كان باب سووه من هذا من هذا تسووه الشغل يعني شغل دخلينه شغل مرتب ونظيف وحيل جيد جدا يعني احسن من هذا القفل الصيني. زين هذني شنو تستخدمون؟ هاي من لحم هذا نسويه شمكان من لحم هم يجينا حديد انت تسويه بايدك بصنع محلي هذا كله هذاك دخل طلب عليه من القصابين محلات القصابه يجون علينا الطلب هنا وبالنسبه لهذني هذا هو كله نفس الشيء هذا الحديد عم نشتغله نعم نقوم نصنعه ونعمله على هاي اوكي بالنسبة للجاي اشوفه هنا ولا هم كان عندك عندها هاي الفالة للصيد اعتقد هذا عندها هاي شنو اسمه؟ هاي الفالة وهذا الهندون هذا مال الصياد نعم هذا الصيادين اللي يستخدموه هذا اهل البلد القوارب والبلد اللي زمان يصيدون يزتوا بالماء ينفون شنو مال الطحالب هاي السوالف هذه ايه اكو جماعة يجون ياخذوه مال اهل البيارة اهل البير هاي الفالة مال السمك هذا مال ايش؟ مال السمك هذا مال السمك ايه هاي خلوا له شباب اهل الاحواض اهل الاشياء تمام هاي نشتغلوا هذا زين بالنسبه لهذين الادوات اللي يستخدموها ب يعني ادوات زراعيه ممكن شوي نحكي بيها هاي. عنها والكره هاي الخرماشه اي خرماشه اي هاي هم كله شغل نعم. احنا نسوي بيدنا هذا بليت نسويها نعم وهذا كله زوايا هذا الزاويه
يطوروا هسه مثل هذا. هذا الزاوية صنع يدوي محلي. اي نعمله مثل هذا نقصه ويصير هذا الشكل ولحيم وترجع. بس عند النجار يخلي له شبه وتشتغل، وهذا احسن من الصيني. لا ينعوج لا ينقرم لا ابد، يعني الشغل يقاوم. يعني حتى ايام زمان كانوا يقولون انه الشغل المضبوط بالحداده هي بمدينه الموصل، تريد شغل مرتب كحداده و الموصل مشهورين صناعه شوره الحديد، غير يعني شوره درجه اولى ما حد يلحقنا ابد. يعني اهل الشمال كانوا يجون عندنا شلون يسوقون، يعني الجنوب من الرمادي من بغداد يجون جماعه على شغلنا، وشغلات يعني مضبوطه مضبوطه حيل. وهذا مثلا هذا الزوج هذا مال الصوف. اها يعني شنو مال الصوف؟ هذا شنو يعني يستخدموه ب الصوف القصنبيط الصوف. اها ايه عشان صحيح يرطبوها هاي صحيح. هذا نبيعها، هذا هم يسويه من ورا مال طبال سبرينج. زين اخ محمد، يعني بالنسبه للتطور يعني اكيد تطور الحياه، تطورت بالعالم كله كتكنولوجيا واستخدام اجهزه حديثه، والعالم بتقدم وتطور مستمر. اليوم نشوف ظهور المعامل والمصانع، فهذا اثر على شغلكم؟ والله اثر على اثر على الصناعات المحليه اليدويه اللي بالموصل قديما وحديثا. الشغل الصيني اثر عجيبه كله ابد ما زين، يعني اثر العالم ياخذون صيني يعني عشان رخيص، يعني فتره معينه فتره ينكسر لين اكثر ورمل يرجعون علينا يريدون الشغل. شغلنا ما نوصل احنا شغلنا، لان شغلنا مضبوط، لان حديد احنا بيدنا على صنعه. يجي شفت احنا صنوع نسويه مثل هذا. هسه هذا الشغل انا مسويه يعني انا والحجي شغل مضبوط. ايه اجينا شفت نقول نسويه احنا شغلنا، ليش ما جبنا صيني؟ لان نعرف شلون. زين برايك يعني هي طبعا المواد اللي تيجي الحديد وكذا، مثلا اذا من الصين انت حضرتك تقول هو البضاعه مو موشي وخلينا نقول يعني صفر صفر ما ابد. اي فليش الاقبال عد اكثر على البضاعه الصينيه؟ يعني اكو اقبال؟ شنو السبب؟ لانه رخيص. احنا شغلنا نشتغله مضبوط، يعني جرانتي اعطيكم مضبوط. زين انتم اسعاركم شلون هسه اليوم احنا بسوق الحدادين، يعني الاسعار شلون؟ اسعار مختلفه حاليا؟ هسه السوق نايم. السوق نايم. الاسعار يعني ما سوى يعني مثلا هسه هذا السعر، هذا ايش قد سعره؟ هذه الفاله اللي شوفتني قبل شويه اللي قلت لي انا سويتها ب اي نعم هذا ما شغلنا، هذا انا شغلك اي انت يعني اذا تسويه هنا وابيع مثلا ب10 ب9 يعني حسب البيع على قسمه، يعني هاي مثلا 3.5 يعني خلينا نقول اسعاركم هي اسعار يعني مناسبه يعني وطلب عليها. ايه يقدر واحد يعني يشتري وتقاوم يعني ما تقول ان صحيح تقاوم عندك. بس مثل هذا الزاو هذا ثمانية. طيب اخ محمد بالنسبه للاجهزه، يعني مع التطور العصر والتكنولوجيا والاجهزه والمعامل والمصانع والى اخره، يعني انتم هسه تعتمد على اجهزه معينه لو انت بعدك على حرفه الايد؟ ما عندنا استخدام يعني. بس عندنا هذا الموتور مال الهواء كان قبل نقدر نشوفه منفخ كان قبل وفحم، هسه لا موتور مال الهواء وغاز. هل صحيح يقولون دائما الحدادين هم لازم يكونون اجسامهم عندهم طاقه بدنيه معينه ويشتهر الحداد بعضلاته وكذا؟ شغله وغاد تغذيه. ما واحد يتغذى زين ما يقدر يتعب. نعم. تروح التغذيه يعني التغذيه الصحيحه السليمه خلينا نقول. فانا يعني مثلا شوفي ما عندي عضلات بس ايش لي شغله. شلون نشوف اقبال المواطنين في شهر رمضان للتسوق به؟ يعني يسوقون طلبات الحديد والى اخره بهالايام في شهر رمضان الفضيل، شوف اكو اقبال حلو اقبال مواطنين؟ زين يعني زين لا باس. هاي بس ما يسوون منع تجوال شويه تاثر علينا. صحيح. على ما شويه نستعد نرفع راسنا يجينا منع تجوال نجمنا. هسه شويه يعني احسن من قبل والحمد لله والشكر. الحمد لله على كل حال. شكرا جزيلا. الف هلا. اهلا وسهلا. Thank you.
رمضان كريم علينا وعليكم اجمعين ان شاء الله. شلونك اليوم؟ والله الحمد لله. شلون تشوف هذا رمضان يعني مع هذا الظروف الصعبة، ظروف مثلا جائحة كورونا؟ والله اكيد ما بس علينا، على العراق اجمعين شفايا الظروف مع الكورونا وارتفاع الاسعار وخاصة ارتفاع الدولار المؤثر علينا، اثر على شغلكم اليوم بتشوف. طيب مع اجواء شهر رمضان وتعرف الحار وكذا، شلون عملكم يتم يعني مع الحار؟ ما تعطشون وانتم صيام وعملكم يحتاج لجهد ويحتاج لكم طاقه. رمضان ما نشتغل كثير، يعني نحدد الوقت مثلا ساعه زمان نشتغل ونطفي. يعني شنو الاوقات اللي تشتغلون بها؟ لازم من الصبح نبدا، من الساعه 6 نوصل الساعه 7، ساعه زمان يعني من 6 الصبح الى 7 المغرب. لازم ساعه واحده في عمل مستمر يا طيلة أيام الشهر الكريم. أوكي. يعني نشتغل ساعة زمان ونصفي. طيب تشوفون صعوبات اليوم بسوق النام، سوق الحدادين، تشوفون إقبال، تشوفون صعوبات؟ الشغل الحمد لله ماشي، بس إيش اللي أثر علينا؟ إنه ارتفاع الدولار. ارتفاع هذا الدولار. ارتفاع الدولار أثر على المعجرة، الحديد غلى علينا شوية. يعني الرواتب ومنع التجوال. صح منع التجوال والارتفاع الأسعار وكورونا كله أثرت علينا. طيب اليوم تشوف إقبال المواطنين في شهر الفاضل، إقبال المواطنين إنه على شراء على طلبيات؟ طبعاً في هذا الشهر الناس تأتي إلينا لشراء المناقل وأشياء اللحم والكباب. شنو أكثر شيء إقبال عليها بمحلك؟ والله أكثر شيء إقبال علي أنه يعني أدوات زراعية، يعني عندي مخزون، طاسمة تربيش، دبورة مال بنا، فخة مال نجار. سوق الحدادين قديما يختلف عن سوق الحدادين الان؟ لا لا، لهذه الظروف الصعبة؟ لا لا، هو نفسه المهنة، نفس الشغل ونفس. صار لي 100 سنة جدا من الحدادين. انا جدي من 1930. حلو. جد ابويا كان يشتغل هون. حلو، من جدي الى ابويا الى انا. حلو، يعني انت مهنتك هي متوارثة ابا عن جد. ابا عن جد. ابا عن جد. ابا عن جد. زين بعدها هي نفس الطريقة القديمة اللي كانوا يستخدموها لو غيرتم بالطريقة؟ نفس المطرقة ونفس السندان ونفس المغزبي ونفس الخلفة ونفس الاستان. زين اليوم تشوفون اكو ازمات يعني تمر بها السوق، سوق الحدادين؟ والله اللي اثر بها انه البضايع الصينية تاثر على المنتجات مالنا، يعني المنتجات مالنا تكلف شوية اغلى، فيضطر انه المشتري يشتري البضاعة الصينية، ولكن هي جودة غير جيدة، لكن مثل جودتنا عالية. هذا الشيء يعود انه السعر الصيني رخيص، ارخص، فالناس تلتجئ شراء الصيني. نعم. وتعوف يعني هسه خلينا نقول المهنة اليدوية، المهن اليدوية، الحرف المحلية بالموصل، مثلا مهنة الحدادة، خلينا نقول شوي شوي راح تختفي. لا ما تختفي، ما تنقرض من الحدادة، اكو اشياء تعوض، يعني مثلا قبل ما اسعدني يعني مثلا هسه اكو مصانع واكو معامل قاموا هم يعني ما اكو شغلات ما تنقرض، مثلا فخة النجار هاي مستحيل احد يعملها الا نحن. اللي هي شنو هي هاي اللي تحكي؟ الفخة مال النجار وقالب. اها هاي الفخة ممكن تشوفنا اياها للمشاهدين يعني حتى يعني. اها هاي الفخة. اوكي هاي الفخة. زين جبري اشوفها. اي اي هاي فخة النجار هي هاي محل يسوي يعني المعامل والمصانع ما يقدرون يسوون. شنو السبب لذلك؟ شنو السبب بهذا انه المعمل المصنع ما يقدر يسوي هذا الشيء مثل ما الحداد بنفسه هو يسويها؟ ليش؟ شنو السر يعني؟ لا هو ما يقدر، ما عنده يعني امكانيه انه ما يقدر يصلح، لازم يجي يصير بها بالكو، لازم تتدخل وتنظرف وتتعود. فبهالشيء انتم مختلفين عن الشغل بالمصنع؟ مثل العقب هاي مال المجاري هم ما يقدر يصنعوها، احنا نحن نصنع. واكو اشياء ما يعني ما تنقرض. اوكي. بس المجرفه مال الجاص ايضا ما تنقرض. شكرا جزيلا لمشاركتك ويانا. يعني. كل هلا Thank you.
يعتبر سوق الصفارين من أقدم أسواق الموصل وتاريخه يعود إلى القرنين الثاني عشر والثالث عشر الميلاديين، وكان سوق الصفارين يحتل موقعا مهما من السوق الكبير في الموصل، يعد استمرارا لسوق الصفارين عبر العصور. ويمتد سوق الصفارين من سوق باب السراي في الجانب الأيمن من مدينة الموصل وقيصرية خان الباليوز، يختص السوق بصنع الأواني المنزلية التي يحتاجها البيت الموصلي وتبييضها، لكنه ولفترة تحول إلى سوق بيع أواني الألمنيوم المستوردة، إذا حصلت عملية الصناعة واقتصرت على البيع. رمضان كريم علينا وعليك، اهلا وسهلا. ان شاء الله بخير وطاعة. اخ نور الدين الموصلي، انت حضرتك صاحب محل اواني منزليه ونحاسيات، شلون تشوف اقبال المواطنين اليوم بهذا الشهر الفضيل؟ اي والله هسه الاقبال ما شاء الله شويه الحركه اقوى من قبل، يعني شويه كل صار تحسن، الاقبال قوي علينا كل صار على مود موسم رمضان، تعرفين الزلابيه والحلويات، هاي تعرفين مواسم رمضانيه. أكيد، بما أنه أنت صاحب محل أواني منزلية وكذلك نحاسيات ويعني ومواد وأشياء ثانية، فشنو تشوف أقبال المواطنين الموصلين اليوم على شنو أكثر شيء عندهم طلبيات يمكم؟ طلبيات يجون علينا نسوي لهم أواني بالزلابية، يقولون بها الزلابية، العوامة، الداطلي، كذلك الشغلات الكوز مال الزلابية هاي يسوون عليها، ويجون ياخذون من عندنا كذلك السماورات مال الشربت يسموه القمقم من أيام زمان. طاسات النحاسيات، كل هاي الشغلات رمضانيه تعرفين كلها هي. عندك اشياء يعني محتفظ بها قديما لحد الان، مثلا اشياء بطراز الطراز القديم؟ طبعا عندي شغلات يعني كثير حلوه، عندك الساعه مثل هذه، هاي ايش؟ هي عباره عن قبل كان يسموها المدهنه، هاي يحطون بها الدهن الحر، الدهن السمن احنا نسميه، هاي المعلقه فوق. لا لا زال لحد ريحه الدهن فيها، اذا شوفينها اروح اشوف ايش فيها. نحكي هذه الساعتين شوفي يحطون فيها دهن الحر. خلي اشوفك اياها. اكيد زين، اشوف هنا لهم دلات ثانيه بنوعيه بيهم شغلات بطراز ثاني. اي اي نحكي الساعتين مثل هذه، هاي قبل كان ايام زمان يحطون بها دهن السمن، لا زال ريحته لا زال موجوده، بس ما اعرف ايش وقت هاي اللي ايش قد العمر هاي. والله هاي عمره فوق ال 150 سنه تقريبا. اي مو اي اعتز بها هذه الشغلات القديمه. أكيد. مثل هاي. وهنا دا اشوف الصفر طاس تسموها، هذا الصفر طاس، هذا يعني أنا صراحة من شفته قلت هذا عمره أكيد يعني فتشي 100 سنة أقل شيء، يعني فوق 100 سنة عمره، بس بالضبط. أنا قبل سنتين اشتغلت هذا، أنا أحب أرجع التراث، احب ارجع تراث الموصل لي، لان هاي تعتبر هويه الموصل. هذه اكيد هويه للموصل وبصمه الموصل، اكيد يعني خاصه بهذه الامور. الموصل مشهوره ومعروفه قديما ولا زالت يعني بين محافظات العراق عموما. الموصل تولت الزعامه بصناعه المعادن، وعلمت الدول العربيه والاسلاميه على صناعه النحاسيات، وهي وكلهم تخرجوا من عندها. أكيد. كذلك المتحف الفني الاسلامي اللي هو بمصر، هذا تروحين عليه شوفي الاختام كلها موصليه، ملك شجاع عبد المطعم وعلي بن كسيرات، كلها اسماء من المشهورين المعروفين. نعم. الحرفيين الممتازين يعني. صحيح. كذلك مثل شجاع بن منعه، شجاع بن منعه الموصلي اللي هو هسه عنده ابريق بمتحف بريطانيا، قبل 700 سنه اشتغلوا. نعم. وانا من محبتي الاولى هاي المهنه وتعجبني، حاولت اصنع واحد نفسه بهالطريقه هذه اللي هو هذا شبيه اللواء. نعم. هم النحاس الاحمر
بس دا اشوف انه بعد العمل مو كامل هنا انا ما مكمل ما عندي وقت فراغ دا اكمله ولاني متحمس عليه وهذا اللي بيدك لي مثلا شلون ايش قد استغرق وقت وفتره اكيد تطلب منك جهد ووقت وتركيز يعني اذا امسكه عمل متواصل شهر اقل شيء اطول بينه اذا عمل متواصل ما اقف يعني نعم. متعب بشكل يعني هذا اعتبره جمع بتشكوا نجمعه قرص عباره عن 50 سنتيم نعم. واسحب بيه من فوق وانزال الى اخلص لي اخر شيء عاشت إيه. هذا من الصعوبه يعني واحد اكيد مهنه اصلا هي مهنتكم مهنه دقيقه وحساسه ايضا كذلك مثلاي الاباريق النحاسيه هذا نحاس نعم. الاصفر هذا بعد يصير اصعب من النحاس الاحمر طبعا كلش هذا هاي حتى قطعه خامايه ظليت اسحب بيها الى نعمتون وشكل نعم. عالموطايه وسويت له طبعا هذا العمل كلش صعب لانه هنا عاده الاصحاب المحلات اللي نفس المهنه مالتك صعوبه ان يسووها بهاي الطريقه انت جامعها بمره واحده سوى وصلتين نعم. على السريع حتى يعني يحصل منها يعني بين الجزء السفلي والعلوي يعني يربطهم أنا الاصعب اروح الاصعب شيء اتحدان واصنعه نعم عاشت ايدك طيب شلون نشوف اقبال المواطنين اليوم بشهر رمضان الفضيل تفضل وياي هنا شلون نشوف اقبال المواطنين احنا بشهر رمضان الكريم اكو اقبال كبير على يعني شراء وتبضع والله الاقبال الساعه تمام موجود الحمد لله اقبال مليح الساعه على الشغلات الرمضانيه مثل التمور وهاي الشغلات اللي من رمضان بس بالنسبه يعني شغلتنا نحن يعني بس المختصين بها يجون عليها صحيح. وانا الوحيد كنت ظليت ومحافظ عليه هاي المهنه النحاسيه التراثيه اللي اعتبرها مهنه ابانا واجدادنا يعني صار لك انا ابا عن جد بها هاي ابا عن جد يعني عن والدك انا جدي الخامس وجدك. كان بهذا السوق جدي الخامس بهذا السوق هو كان صفار وعن ابا عن جد احنا باين المهنه نعم. تعجبنا كثير واعتز بها اعتبرها شغف لنا هذه صحيح عاشت ايدك اليوم احنا نعرف انه المهن المتوارثه عن عن الاب عن الجد وكذلك نشوف انه طبعا الاب لما يجي يعلم ابنه على مهنه معينه ينطيه نصائح يوجهها يعني انا وعيت عليها لهي المهنه انا طفل بس كنت احب اعشق لهي المهنه بالثمانينات تعجبني بشكل بس انا كنت طفل صغير عندما يعني مغرد ما كبرت شويه قمت اتعلم نفسي اعلم نفسي كان والدي ملتهي لان جاء وقت الفافون وانقرض تقريبا النحاس فالناس قامت تلجا الى الفافون صار اقبال على الفافون وبعدين صار الستيل بس انا متمسك بها لان هذه دحق يجون حتى السواح الاجانب يجون عليها لا يشتغلوا القطع اليدويه اللي نحن نشتغلها كحرفيين يعني حتى جاء وكاله امريكيه جت وقفت هوني قال انتم يقولون عليكم هايند ميد باليد والعقل تصنعون هذا الشيء صحيح. من قطعه يعني لا شيء نصنعه ونعمله فقط قطعة ثمينة وجميلة يعني وحبنا يعني كان هم رأيهم بأنه الموصل اشتهرت بهذه المهن الحرفية والمحلية اللي صعب من الصعوبة أنه يجدها الموصل نعم. أساتذة بالشغل أكيد. كانوا قبل الموصل يعني كان الجو العامل الجو اللي عندنا كان يعني يشجع المواطن الحرفي نعم. على الصناعة الهندسيه هاي ففعلا هي النظريه اللي حكوا بها انه كانه انتم الحرفيين الموصليين القديمين انتم الاصل انتم بصمتكم يعني حاضره وموجوده حتى في يعني في اخر العالم اذا فقالوا انه انتم مثلا مو بس هذا المهنه تحتاج تركيز انما عقل وتركيز ورؤيه وهي الاشياء كلها موجود بالحرفي الموصلي وايضا هسه راح نحكي على موضوع ثاني تشوف انه باسواق هنا يعني بالاسواق تشوف شلون الحركة التجارية بعد في ظل هذه الأزمات اللي جاي نمر بها يعني مو بس العراق العراق والعالم بأجمع من يعني مثلا فيروس كورونا إلى الحركة الاقتصادية فعلاً صعوبة فيروس كورونا بس الناس الحمد لله يعني بدأت تنعاد الحياة علينا ولاد السوق وقام يزهر ساعته صار أحسن من قبل يعني اليوم أحسن من البارحة يعني أسعاركم شلونها يعني هل هي في خدمة المواطنين اليوم لو بعدكم على أسعار القديمة لو رفعتوا لأنه جاء شهر رمضان فاستغليتوا شهر رمضان ما عدنا هاي شغلات ما نستغلنا نحن شغلتنا بس أصحاب المواد الغذائية لازم نسألهم هذا السؤال قصدك أصحاب اللي يجيبون المواد الأولية اللي هم التجار شنو اليوم تنصحهم عبر شاشة قناة الموصلية الفضائية يعني ممكن توجه لهم كلمة طبعا في أنا أتمنى أوجه لهم كلمة بهكذا موقف يعني عبر شاشتنا شاشة قناة الموصلية الفضائية
نحن نطلب من التجار ان يساعدوا مع المواطن، هذا اجر هم لهم وهم للناس خطيه الفقراء. اكيد يعني هلا هلا بالناس، اكو ناس طبعاً تعبانه، واكو ناس فقراء، واكو ناس محتاجه، فالمفروض الكل يساهم ويساعد في هذا الشيء، خاصه التجار. شهر فضيل يعني. هذا أكيد. هذا نيالو يعمل اجر بينه منيح يعني بوه. اكيد بالطبع. شنو شو نقول الاشياء اللي انتم مشهورين بها قديما؟ عندكم اكيد طريقه معينه في صناعه الاواني المنزليه والاشياء الثانيه. الاواني المنزليه هي بس بعدكم على الطريقه القديمه؟ اي على الطريقه القديمه نحن ظلينا محافظين عليها، ما سويتوا تحديثات. طبعا الاواني النحاسيه بها فوائد عديده، يعني فوائدها هوايه، ومن اجل هذه الفوائد الناس تطلب وتريد انه تستخدم وتيجي تشتري من المحلات، وانه هاي تريد الاواني النحاسيه. شنو هي الفوائد؟ الفوائد مالها هذه الشغلات النحاسيه هذه بها فوائد عده، يعني من ضمنها حتى مسجله بالهذه تقتل البكتيريا، ينظم وظيفه الغده الدرقيه، محاربه السرطان، تحفيز نشاط الدماغ، تحسين عمليه الهضم، محاربه الانيميا وفقر الدم، ابطاء عمليه الشيخوخه، تساعد المراه الحامل في درع العدوى وعز المناعه، حتى يمكن الطفل. السموم اللي موجوده بالجسم يسحبها للخارج. وشافي جروح بسرعه، وطاع عمليه الشيخوخه، بينه فوائد كثيره، بس احنا كنا نتجاهلها، ما نعرف ايش هذه، نروح نرجع على التيبال وعلى الاستيل. هي هذه الاصح، هذه هي فائدتها، هذه كثير فوائد بها، حتى تسحب السلبيات من الجسم. مذكوره بالقران الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ونرسل عليهم شهاد من نار ونحاس فلا ينتصران حتى تطرد الخبيث، اقصد بها الخبيث، هذه الخبيث تطرده من البيت، يعني حتى يفاعلون بها للنحاس. كذلك طاسات النحاس، قعادات الحمام، هاي السبع، هاي حتى يعني تحصين للشخص من يفوت يسبح من هاي. كذلك المواعين اللي ناكل بها، هاي معون النحاس، صينية النحاس، هذه كلها من نجمع على صينية واحدة عشان تصير البركة بيها، حتى الخير والبركة يجي البيت. أيه. يعني أكيد أبواب إذا تدقين الباب، حتى السقاطة ماله من معدن النحاس. عندك سقاطة قبل شوي شوفني إياها مرة ثانية، يعني حتى هاي السقاطة من الباب اللي نحن ما نعرف، هاي السقاطة هاي حتى بها مادة حمضية وملوحية تقتل أشق وبكتيريا بالجسم حتى لا ينقل عدوى لشخص آخر. علم نحن نتجاهله، كنا ما نعرف هذا، هي الأصل هذه. هسه نحكي شوية على هذا السوق القديم، السوق تاريخ هذا السوق. هذا تاريخه عريق هذا السوق، هذا عمره يمكن أكثر من 800 سنة. يعني كان السوق أسعكو تصوير اللواء قبل 1000، لأحد المؤرخين كان صوره سنة 1917، كان هذا من حمام الصالحية اللي هي هناك. إداني نزولا إلى آخر السوق، كان كله هذا صفارين يشتغلون على الجهتين. أسعته كله مقرض، مس أنا وأخوي معاضين عليه لين منه. أكيد. وما قدرت تندفع. وأنت وأخوك اللي موجود وياك وأنتم في هذا العمل قديما ومستمرين على هذا. شنو هي النصائح الوالد إليك والأخوك؟ والله كان يعني والدي يعني كان والدي أكو أشياء يعجبه، يعني كان يهدي قلي يعلمني قلي إيه هكذا جماعه، كنت من أجمع السطل اللي هي هذه. هاي السطلة النحاس او هذيك. نعم. يقول لي اجمع بها، يسموها شكوت، يعني هو خاص مال الجمع مالتها. اكيد. يقول لي بهاي اجمعها وعلمني شلون اسحبها. في نهاية اللقاء شكرا جزيلا لك ومشاركتك ويانا بحلقتنا من برنامج الناس في رمضان. اهلا وسهلا بك صراحة، يعني كثير انا سعيد بلقائكم وشرفتمنا يعني، وهذا شيء كثير حلو عجبني من عندكم. بالعكس احنا الاسعد، وشكرا جزيلا لك. راسي نورتمنا. تحتضن مدينة الموصل العديد من المهن المتوارثة، وهي عادة دأب عليها الموصليون منذ القديم، جعلت من العديد من المحلات مفتوحة لسنوات وعقود وحتى لقرون. أما في عصرنا الحالي فقد ذهبت الكثير من الأجيال الجديدة إلى التجاوز على حدود هذا المولود والخروج عن المألوف في الإرث، وذلك نتيجة لتطور وسائل التعليم ووسائل التنقل والتضخم لبعض المهن، فتفتحت مجالات اللجوء إلى المهن التي لم تكن متوفرة أو ليست كافية لتغطية الحاجة الملحة، لذلك وخاصة التخصصات العلمية كالطب والهندسة والصيدلة، وكذلك التخصصات الإدارية والاقتصادية وعلم الفلك
والقضاء إلى أن الحرف والمهن القديمة هي النواة المثمرة الأولى لهذا التطور الحاصل، فلم تندثر وبقيت العديد من الألقاب العائلية ملتصقة بهذه المهن. إلى هنا وصلنا وإياكم لنهاية حلقتنا لهذا اليوم من برنامج الناس في رمضان، انتظرونا قريبا في حلقة قادمة، إلى اللقاء.